لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة الجمعة 10 أبريل، والنهاردة القمر موجود في برج العقرب لغاية الساعة 10:34 بالليل. عندنا كمان الشمس موجودة في برج الحمل، وأورانوس في برج التور، وفينوس في الجوزاء، والمشتري وبلوتو في الجدي، والمريخ وزحل في الدلو، وعطارد ونبتون في الحوت. عندنا كمان النهاردة القمر اللي موجود في برج العقرب يتناغم مع عطارد الموجود في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، وده بيديكوا يوم مناسب جدا لإدارة أموركم المالية بحكمة. عندكوا فرصة تخططوا كويس لتنمية مدخرات أو أملاك، أو تاخدوا قرارات موفقة في بيع أو في شراء، وكمان ممكن يكون في فرص لكسب فلوس أو يعني تحقيق أرباح أو مكاسب. نروح بعد كده لبرج التور. مواليد التور النهاردة مازال القمر في مواجهة برجكم، ومازال الفلك بينصحكم انكم تاخدوا بالكم ما تغمروش، وتاخدوا بالكم من صحتكم، تحموا نفسكم من اي عدوى، ما تغمروش على كل الأصعدة مهنيا وماليا، وكمان في الحياة الشخصية ما تاخدوش قرارات متسرعة. حاولوا تتقبلوا الاختلاف، لكن كمان حاولوا تكونوا يقظين عشان تحموا حقوقكم. يعني لو مطالبين بتوقيع أوراق أو عقود أو اتخاذ أي قرارات مهمة، في لازم تنتبهوا انكم تحافظوا على حقوقكم، وتحاولوا كمان تكونوا ملتزمين في الأمور القانونية. مهم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندكم القمر في منزل الصحة الإيجابي، وده بيخلي طاقتكم أفضل، وتعرفوا تنظموا جهودكم وأولوياتكم. عندكم نشاط وطاقة وحيوية، وممكن ده يساعدكم على الإنجاز، وتقدروا أنكم تقوموا بواجباتكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات منزلية أو واجبات مهنية. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندكم القمر في وضع داعم في منزل الحب، وما زال بيديكوا طاقة عاطفية هايلة وفرصة تقضوا أوقات حلوة مع الأحباب. كمان لو عندكم أولاد هيكون وقت مناسب انكم تحققوا تواصل وتفاهم افضل مع اولادكم. في الشغل لو عندكم شغل، مهم النهاردة انكم تستفيدوا بالحماس وبالطاقة اللي عندكم، لان ده هيساعدكم تعملوا تحققوا تقدم او نجاح، وتنجزوا شغلكم على اكمل وجه. نروح بعد كده لبرج الاسد. ومواليد الاسد النهاردة ما زال القمر في وضع معاكس معاكو، مهم قوي انكم تنتبهوا لعلاقتكم بالاهل وبالقرايب وبالاصحاب، وكمان بزملاء العمل او رؤساء العمل لو عندكم شغل النهاردة. حاولوا تقاوموا مشاعر الاحباط، بلاش تعيشوا في اي ذكريات مؤلمة او ذكريات حزينة او خبرات مؤلمة. مهم النهاردة انكم تتجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة او اي جدال ممكن يؤدي للصدام مع كل اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، والنهاردة عندكم لباقة ودبلوماسية ويقظة ذهنية. كل ده هيساعدكم تتواصلوا بصورة أفضل مع كل اللي حواليكم، اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وعائليا.
فبشوف انه النهاردة العذراء عندكم كمان وضوح في الرؤية، وكل يعني كل ده هيساعدكم انكم تعرفوا تنظموا افكاركم بصورة افضل، وتنظموا اعمالكم واجباتكم بصورة افضل، وتقضوا كمان اوقات حلوة مع اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندكم القمر في منزل التاني، وده بيخلي تركيزكم اقل. حاولوا النهاردة انكم تضعفوا تركيزكم او ترتبوا افكاركم وتراجعوا كويس كل خطوة قبل ما تنفذوها، ده في الشغل او في الفلوس او في القرارات المالية. راجعوا كويس حساباتكم، وراجعوا كويس خطواتكم في الشغل عشان ما تقعوش في اخطاء تتسبب ليكم في خسارة. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في برجكم، ده بيخلي مواليد العقرب في يقظة ذهنية وفي حالة مزاجية أفضل. عندكم سحر وتألق وجاذبية، وعندكم ذهن صافي ويقظة ذهنية، وتعرفوا تثبتوا وجودكم في كل مكان بتتواجدوا فيه، وتعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم القمر في منزل الصحة السلبي، وده يخليني أقول لمواليد القوس مهم النهاردة أنكم تهتموا أكتر بصحتكم، وتاخدوا وقت كافي من الراحة، وتحموا نفسكم من أي عدوى. الإنعزال ممكن يكون مفيد بالنسبة لكم النهاردة. حاولوا انكم تنظموا طاقتكم واولوياتكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. كمان مهم مواليد القوس انكم ما تعلنوش خططكم، وتحافظوا على السرية والكتمان، ويعني اعملوا في السرية وكتمان قد ما تقدروا، وكمان ابعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة مطلوب منكم تستفيدوا النهاردة من الذبذبات الإيجابية اللي الفلك بيديها لكم. عندكم حياة اجتماعية موفقة، وتواصل عموما مع اللي حواليكم بنجاح. ممكن تكون في اتصالات ناجحة بتربطكم بأصحاب أو بالعيلة. كمان اشوف انه النهاردة ممكن يكون عندكم فرصة تحصلوا على نصايح مخلصة من اصحاب مخلصين، او يكون في اصدقاء بيقفوا جنبكم باخلاص. كمان مهنيا لو في تواصل مع حد من الزملاء او الرؤساء العمل، فده ممكن يكون في صالحكم، وتحصلوا على مساندة او دعم من الزملاء في العمل او رؤساء في العمل. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة عندكم القمر مازال للأسف معاكس معاكو، ونصيحتي لمواليد الدلو حاولوا النهاردة تنظموا أفكاركم وجهودكم وأولوياتكم عشان تعرفوا تصيبوا أهدافكم. ممكن تكونوا مشتتين أو مشوشين، فعشان كده بقول مهم قوي تنظيم الأفكار عشان تعرفوا تتغلبوا على حالة التشوش والتشتت. تنظيم الوقت والمجهود والأفكار ده شيء مهم ليكوا النهاردة. مهم كمان تكونوا يقظين عشان تعرفوا ما تقعوش في أخطاء، وتعرفوا تحموا نفسكم من أي مكائد. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر مازال بيدعمكم في منزل الحظ، وده بيديكم فرصة هايلة انكم تعملوا مكاسب مالية او تعرفوا تتغلبوا على عقبات بتقابلكم. عموما النهاردة كمان عندكم استعداد تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، ده كله بيساعدكم تحققوا تطور في المجال المهني وكمان على المستوى الشخصي.
وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.